روح للسلطان وتقولوا له الكلام ده. انا بحاول احل مشكلتنا، رايحه انت وتعقديها. انا ما صدقت الغوايش الاقي حد استأمنه عليكي. ما انت عايز تتجوز عليا وتجيب لي ضره، ما لقيتش الا صاحبتي. احنا متطلقين يا غوايش، وعشان نرجع ما ينفعش الا بمحلل. تقوم تجري على مرات صاحبك يا ابو حنين زيغ. يعني انت عايزني اكون صاحبتي يا سلطان؟ شوف يا جواهر، الضروريات تبيح المحظورات، هو يوم واحد وهيطلقك. وبعدين احنا هنلاقي فين واحد اهبل زي هنداوي اطمن عليكي معاه؟ انت هتعيشي معاه زي ما يكون عايشه مع اختك بالظبط، علشان بقى نرجع لبعضنا تاني. هو قال لي عشان نحل مشكلتنا لازم نحل مشكلته يا ستي. اعقال انت بقى واهدي وحل مشكلتك ومشكله صاحبتك. خلاص اللي تشوفه يا اخويا، طالما انت واثق فيه قوي كده اللي تشوفه. وعلي عليك يا ابني وعلي لعبك، كان مستخبي لك في انت كله. تعالى يا ابو عبد الله شوف ابنك كل جرح له. الواد هيروح مني في شربة مية يا ناس. ما تفهم يا خالتي، وحياة الله. لا أنا عايز أعرف، هو إحنا إيه اللي هيحصل لو ما قدرناش ندفع الغرامة؟ هتطلع اتحبس. طب يا أخي تفي من بقك، حرام عليك، ياخدوني يحبسوني بدال، أنا فداه. الله 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 الله، اهدى يا أبو عبد الله وإن شاء الله هلاقي صرفة. أنا هنزل دلوقتي وإن شاء الله مش هرجع إلا لما يكون معايا المبلغ، والصبح إن شاء الله عبد الله يبقى في وسطينا. وأنا كمان هنزل معايا خالتي، وهتصرف تصرف أكبر منه كمان. وإن شاء الله هطلع هيبقى فستيني. بالإذن يا خالتي. بالإذن يا خالتي. خلاص بقى يا ماما، إيه دي؟ أهو أبو عميرة وعدك إن هو هيتصرف أهو. أختي ولا ما عرفش يتصرف. الواد الحلال اللي ليا يروح مني؟ لا، لازم أشوف له صرفة. ياما راح فين؟ استني بس. شوري عليا يا بنتي. أعمل إيه؟ الواد هيروح مني في شربة مية. طب بصي يا خالتي، أنا كنت محوشة 2000 جنيه من ورا أبويا، هما أجيبهم لك أهي نوايا تسند الزير. خليكي مكانك يا بنتي، ما ينفعش. دول عايزين 3000 جنيه وإلا مش هيخرجوه. يا ريتهم كانوا معايا، والله ما كنت عزتهم عنك. عارفة. بقول لك يا سماح، أمك يا بنتي كانت قالت لي على واحد اسمه المعلم فرجاني، تعرفي مكانه؟ أعرفه طبعا، بس بلاش يا خالتي، ده راجل سمته واسعة وسكته كلها شمال. بعدين يعني هتروحي تخرجي ابنك بالفايز؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه بس يا ربي؟ هلو إلا رمك على المر قال إلا أمر منه. إيدي سامحني يا رب، سامحني أنت عالم وشايف. إيدي يا خالتي والنبي ربنا هيعدلها. السلام عليكم يا حاج موافق. مين؟ الحاج شوقي. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اتفضل. زيد فضلك. تشرب ايه؟ لا اشرب ايه بس، تعال تعال. اقعد اقعد. انا عايزك في كلمتين كده. بص يا سيدي، انت عارف بقى ان الموسم قرب، شغل الحريمي عندي كده مش ولا بد يعني. فقلت اجي لاخويا وحبيبي الحاج موافق اخد منه احسن بضاعه. اهلا بيك. بس مش غريبه يعني؟ ما غريب الا الشيطان. بتقول كده ليه؟ يعني احنا جيران وعشرة من سنين، وانت يعني عندك التاجر بتاعك اللي بتاخد منه كل البضاعة، ما خدتش منه قبل كده يعني. ليك حق تقول الكلام ده، بس التاجر انا باخد منه البضاعة عنده مش ولا بد بقى، وغلى عليا السعر والمصلحة بقت مصمصة، فقلت اجي لاخويا وحبيبي الحاج موفق هاخد منه وهيريحني في السعر. ايه الكلام الحلو ده؟ بص المخزن مخزنك، خش خد البضاعة اللي انت عايزها والفلوس وصلت. لا 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 لا، فلوس ايه اللي وصلت؟ عيب عليك يا جدع، انا فلوسي حاضرة. ها وكاش كمان. عد دول 30,000 جنيه، شكل لي بيهم بقى بضاعة حريمي على كيف كيفك، والباقي عينيا ليك. يعني الفلوس هتطير يعني ولا ايه؟ ما تقولش كده سامي، قول بسم الله الرحمن الرحيم، ده شغل راجل. يلا يلا عد عد. بسم الله توكلنا على الله. اللي قول لي عملت ايه مع الواد السريح المقشف ده اللي اسمه عبد الله؟ دفع لك سيادات الامانه اللي عليه ولا لسه؟
بيني وبينك لسه. انا كل ما اقول له فين الفلوس يا عبد الله يقول لي اصبر عليا شويه لسه ما بعتش لغايه ما جت البلديه خدته هو والبضاعه. يا نهار اسود، طب هتعمل ايه في المصيبه دي؟ لا ابدا، انا مستنيه بس لما يخرج من الحبس واحلها ودي معاه. انت راجل غلبان وطيب، وانا عز عليا انك يضحك عليك بعد العمر ده كله. انت قلقتني، قصدك ايه يعني؟ الواد ده ريحته فاحت، واد لبط قوي، ياخد بضاعه كتير من التجار وما بيدفعش فلوسها. طلب مني شغل بس انا ما رضيتش. يا نهار اسود، ده يبقى اخر يوم في عمره. بس بقى انا قلت انبهك وانت حر، مش هيجي الزمن بقى ان العيال السريحه يتنططوا على سيادهم. مش كفايه ان هم مبدورين في الشوارع زي النمل، لا تصاريح ولا ضرايب ولا قرف، كمان يتنططوا. انا نبهتك بقى وانت حر، وركز كده يا حاج موافق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.